كان غياخدها وغيشدها يعاود يصيفطها ليها. ومني هضرت معاها قالت لي ماشي حامد اللي كيشري لي، راه غير كنشوف السوق وانا كنشري راسي من السويقه. قلت لها صافي انا دابا شويه غنصيفط لها في كاش بلوس و هي. هضرت معاها في التليفون يا صافي نقد نشوفه. لا تنسوا إخواني أخواتي الاشتراك في القناة وكذلك تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء إلى خبر قادم إن شاء الله.